اهلا بكم من جديد، عوده مره ثانيه لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. ونروح بقى مع حضراتكم على طول للصحافه الرياضيه، وتنضم لنا عبر سكايب الاستاذه منى عمر الصحفيه باليوم السابع، اللي اكيد هتقول لنا على مجموعه من اهم المانشيتات. طبعا المانشيتات لن تخلو من التعليق عن مباراه الاهلي بالامس، ومنهم مانشيت عن المكاسب، وتحديدا 5 مكاسب لعلي زين بعد تتويجه بابطال اوروبا لكره اليد، وكمان كلام عن ماني وذهابه الى بايرن ميونخ. استاذه منى صباح الفل، اهلا بحضرتك، اتفضلي. صباح الفل عليكي كريم، وصباح الفل على الاهوال. انا قلت بالغلط يا استاذه منى انك صحفيه في اليوم السابع، في حين انت صحفيه في موقع يلا كوره، بس يلا ما روحناش بعيد. اهلا بيكي، صباح الفل، اتفضلي سامعين حضرتك. صباح الخير عليكي كريم، ولا يهمك، في الاخر حبايب يعني. ربنا يخليك، عامله ايه في بيتها يا فندم؟ في بيتها، اتفضلي. بالظبط. انت سامعانا يا استاذه منى كويس صح؟ خلينا نبدا باول مانشيت اللي كان كريم بيقوله لحضرتك، هو فكره هنا الحديث او المانشيت عن الاهلي بيغلق صفحه مباراه الزمالك ويستعد لمواجهه غزل المحله. بس طبعا احنا ده عارفينه ان احنا خلاص بنبص لقدام، بس كلامنا دلوقتي مع حضرتك برضو، كيف قيمتي او كيف رايتي المباراه بالامس؟ وهل فعلا زي ما بيتقال ان الاهلي كان عنده فرصه في الشوط الاول ان هو يحسم المباراه، وكمان بسكور يعني؟ خلينا نعرف وجهة نظرك برضو كطبعا خبيرة في هذا الملف، تفضلي. اتفق معاك يا هوندا، انا شايفه ان الاهلي قرر فوز فعلا، كان سهل جدا ان هو يحسم المباراه من الشوط الاول. ده مش معناه ان هو كان سيء في الشوط الثاني، بالعكس الفرقتين قدموا الشوط الثاني مباراه جيده جدا، بس كان اسهل للاهلي انه كان يحسم الفوز في الشوط الاولاني، خصوصا بعد هدف شريف. يعني بعد هدف شريف اصلا كان في فرصه سهله جدا كان ممكن نجيب بيها الهدف الثاني، فكان الماتش كان هيتقتل خلاص. بس في النهايه بالظبط، في النهايه خلينا نقول انه المباراه ما كانتش نتيجه بس، يعني الحمد لله ما خسرناش، مش سيئه على الرغم ان كان الاهلي ان هو يفوز، لكن كان في مكاسب كتير احنا حققناها في مباراه امس. كسبنا مدرب محترم جدا جدا جدا، مدرب عاقل، مدرب رزين، كابتن سامي نصام، كل التحيه ليه طبعا. محمد شريف رجع يهدف طبعا بعد 7 مباريات ما كانش بيسجل فيها، وبعدين سجل هدف قدام المنافس، فدي طبعا هتدي له دفعه معنويه كبيره جدا. نفس الكلام بالنسبه لصلاح محسن، كان غايب تماما عن التهديف، كان محتاج هدف زي ده عشان يرجع له الثقه فيه تاني. باذن الله الاهلي عنده مباراه يوم الاربعاء مع غزل المحله، نتمنى له فيها طبعا كل التوفيق. طبعا لسه في المركز الثالث، لكن ليه 3 مؤجلات، معاه 41 نقطه، في فرق 4 نقط عن المنافس اللي هو في المركز الاول 45 نقطه، بس طبعا الاهلي لعب 18 مباراه والمنافس لعب 21 مباراه. فلسه بس قبل ما نروح لملف اخر مع كريم، طيب بمنتهى الشفافيه من وجهه نظرك يا منى، ايه الاسباب اللي ادت الى التعادل بالامس؟ رغم كل اللي احنا بنتكلم فيه والنقاط اللي ذكرتيها واللي انا وكريم قلناها في الحلقه واللي غيرنا قالها، ايه الاسباب الحقيقيه وراء التعادل؟ ايه اللي كان ممكن يحصل ونوصل ان احنا زي ما بنقول يا جماعه الجيم كان مفتوح، يا جماعه كان يخلص بسكور؟ ايه الاسباب اللي ما خلتناش نعمل ده؟ كلمه واحده، الاجهاد. الايه؟ اللعيبه واضح عليها تمام، اللعيبه واضح عليها الاجهاد البدني جدا، ده لازم يتحل الفتره الجايه. طبعا الفترات اللي فاتت لعبوا من مباريات متتاليه، ندخل نخلص بطوله ندخل بطوله، اللعيبه الدوليه تروح مع المنتخب، طبعا يعني زي ما بيقول بالبلدي كده اللعيبه اتهلكت، بس في مدرب بدني هو اللي بيشتغل على الجزء ده. امبارح شفنا حتى محمد الشناوي مستواه متراجع، صح، في علامه على الجهد البدني او على الاداء البدني للاعيبه الاهلي. ورغم كده كانوا ماسكين نفسهم امبارح، وكان هم اقرب ان هم يفوزوا، بس التراجع الاداء حتى في الاخر علي معلول ما قدرش يكمل المباراه، واضطر حمدي فتحي نفس الكلام. ففي اجهاد بدني، اجهاد المشكله دي لازم تتحل المباريات اللي جايه في الدوري، هتبقى احسن عشان ان شاء الله باذن الله نقدر نستعيد اللقب
ان شاء الله. عموما احنا بندعوك انت شخصيا ان انت تتابعي معانا الفقره الحواريه الاولى في حلقتنا النهارده، لان احنا اكيد هنتكلم وبالتفصيل عن كل هذه النقاط. طيب تعالي نروح لمنشات في موقع كوره ليه علاقه بعلي زين، والمنشات بيقول تحديدا 5 مكاسب لعلي زين بعد تتويجه بابطال اوروبا لكره اليد، فالتفاصيل عند حضرتك بقى اتفضلي. كريم علي زين، يعني احنا كلنا كنا فخورين جدا 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 ان عندنا لاعب مصري رفع علم مصر بيلعب في برشلونه الاسباني، قدر ان هو يحقق دوري ابطال اوروبا، ومش هقول بقى مثلا كان في القايمه وخلاص ما كانش بيلعب، لا كان موجود في فترات متقطعه خلال المباراه، قدر ان هو يسجل هدف في الوقت الاصلي، قدر ان هو طبعا هي المباراه انتهت بالتعادل واتحسمت برميات الترجيح، فهو سجل هدف في الوقت الاصلي وسجل كمان رميه ترجيحيه كانت مؤثره جدا في تتويج برشلونه. علي زين مش دوري ابطال اوروبا بس اللي حققه مع برشلونه، هو حقق كمان الدوري وحقق معاهم الكاس وحقق معاهم السوبر المحلي وسوبر كاتالونيا، فعلي زين مقدم مشوار رائع 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 الواحد يفتخر بيه جدا كمصري في برشلونه، كنا نتمنى طبعا ان هو يستمر ويكمل، لكن هو طبعا هيروح يعني نادي ثاني دينامو بوكارست على ما اتذكر يعني، نتمنى له طبعا كل التوفيق. طبعا كمان منتخب مصر لكره اليد ان شاء الله الشهر الجاي عنده بطوله كاس الامم الافريقيه، فطبعا باذن الله منتظر مشاركه في البطوله. الانجاز كمان يا كريم اللي حققه علي زين هو حققه محمد ممدوح هاشم لاعبنا طبعا مع مونبيليه سيزون 2018، نتمنى كل التوفيق يا رب لعيبتنا كلهم بره مصر ولنا مرافعين علمنا وبنشرفهم. جميل. طيب بالنسبه بعد ساديو ماني والكلام عن انتقاله لبايرن ميونخ وليفاندوفسكي اللي لسه موقفه غير واضح لغايه دلوقتي، ايه التفاصيل المتعلقه بالملفين دول؟ هو خلاص مما لا شك فيه يعني ان الثنائيه بتاعت صلاح وماني خلاص هتنتهي. ماني خلاص على اعتاب بايرن، المفروض ان هو هيسافر النهارده او بكره علشان الكشف الطبي وعلشان يوقع على العقود، فخلاص رحله ماني مع ليفربول انتهت، وده هيترتب عليه طبعا ان احنا نشوف شكل جديد تماما لليفربول السيزون الجاي مع الصفقات الجديده طبعا اللي هو تعاقد لسه مؤخرا متعاقدين مع لاعب اوروغواياني هايل 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 اسمه دارين نونيز من بنفيكا، فغير طبعا عندهم لويس دياز كان صفقه السيزون اللي فات، غير ان في فيرمينيو غير ان في جوتا، فاكيد اكيد شكل ليفربول السيزون اللي جاي هيختلف طبعا في وجود صلاح، لان هو صلاح اكد ان هو هيبقى مستمر. ماني اللي خرج اخرج في هدوء تام زي ما دخل زي ما خرج، بس طبعا يعني مش هدوء ان هو ما عملش حاجه، لا طبعا هو خرج من الباب الكبير ده، اقصد يعني من غير ضجه من غير صخب. ايوه مظبوط، من غير ضجه او من غير بالظبط كده، وده ياكد برضو ان التصريحات اللي هو كان خرج وقالها قبل كده لما كان في السنغال بخصوص ان هو مش هيكمل مع ليفربول ان هي ما كانتش دعابه او مزحه زي ما هو طلع حاول يصلح الامور يعني، فخلاص رحله ماني مع ليفربول 99% خلاص انتهت، وده هيفتح الباب لرحيل ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي اقرب الانديه اللي هو ممكن يروح لها هي برشلونه، يعني برشلونه هو النادي الوحيد اللي هو قدم له عرض رسمي وهو في انتظار ان هو يوقع معاه، وهو طلع واعلن اكثر من مره وقال انا مش هكمل في بايرن ورحلتي مع بايرن ميونخ خلاص انتهت يعني، فاقرب ان هو يروح برشلونه يحاول يظبط هجوم الفريق شويه. في كميات التبديل والتوافيق حصلت الفتره الاخيره مش طبيعيه. بس انا مستغربه ليفاندوفسكي في برشلونه الصراحه، لان برشلونه ليس الافضل حتى بعد كل المحاولات الاخيره لتحسين وضعه، لسه بيعاني من مشاكل كتيره جدا، فوجود ليفاندوفسكي وانتقاله لبرشلونه هل هو من وجهه نظرك يا منى الاختيار الامثل ليه ولا لا؟ والسؤال الثاني برضو الخاص بماني، طب لو ماني اتحسم امره برضو لسه محمد صلاح، ده التساؤل اللي برضو ما زال ناس كتير بالملايين بتساله، ما هو مصير محمد صلاح مع ليفربول؟ هل هو الاقرب لاعاده مثلا تجديد معاهم، ولا هو كمان ربما يرحل ونسمع قريبا ان هو انتقل لنادي اخر يعني؟ ومن الاسماء برضو المطروحه باريس سان جيرمان، ولو اني اشك في هذا الامر، خلينا نعرف منك. اتفضلي.
بالنسبه لليفاندوسكي انه لا طبعا مش برشلونه مش النادي الانسب ليه، بس هو النادي اللي قدم له عرض. شايفه ان هو ريسك، يعني ليفاندوسكي هياخد الريسك، ممكن يروح هو اللي يشيل برشلونه او يعيد امجاد برشلونه زي ما احنا ما بنقول، ويبقى هو النجم الاول. كان ميسي عملها يا منى، كان ميسي عملها، بس مش هيحصل يعني. ده يعني ميسي كان ليه اسباب اخرى يا نهاوند في رحيله، ما كانش رحيله علشان ال يعني تراجع اداء برشلونه بس، كان ماديا. ميسي كان لاخر وقت، منها اسباب ماديه، منها اسباب ماديه ومنها اسباب اداريه ومنها قانون الليجا اللي اتعمل، انه حتى ما كانش ينفع ان ميسي يقعد حتى ببلاش، يعني هو لحد اخر وقت هو يمشي من برشلونه اصلا. فميسي حاجه ثانيه خالص غير ليفاندوسكي. كمان دلوقتي برشلونه عامل وقع عقد رعايه مع سبوتيفاي، فدي طبعا دخلت له اموال كتير، وبالتاكيد راتب ليفاندوسكي مش هيبقى زيه. اكيد اكيد. ف انا شايفه ان يعني شايفه ليفاندوسكي اتفضلي يا منى. ليفاندوسكي واخد ريسك، قد يصيب وقد يخطئ، يعني نتمنى له طبعا التوفيق، يعني لان هو مهاجم من تروس فريق الحقيقه. يعني بالنسبه لسؤالك الثاني انا هوانا عن محمد صلاح، ما فيش اي كلام خالص 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 الفتره دي عن تجديد العقد او ان في مفاوضات، الامور هادئه تماما تماما تماما. اخر حاجه قالها صلاح ان هو مع ليفربول لحد السيزون الجاي، معنى كده انه من فتره الانتقالات الشتويه صلاح ممكن يوقع عقد مجاني مع اي نادي بدون الرجوع لليفربول، طبعا دي حسب اللوائح. فمعنى كده ان لو صلاح ما هيمشي من ليفربول مجانا، ودي اعتقد ان هي هتبقى ضربه قويه جدا 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 ليفربول من الناحيه الماديه، يعني طبعاً. قبل ما تكون طبعا من الناحيه صحيح فكره ان يروح باريس، اعتقد لا، مش تفكير صلاح. تمام. طب ولا انا والله ما اعتقدش برضه. اولا احنا بنشكرك جزيل الشكر للاستاذه الصحفيه منى عمر، الصحفيه بموقع يلا كوره، نورتينا وبنشكرك على وجودك معانا في حلقتنا النهارده. حلوه منها فعلا، وزي ما انت بتقول ميركاتو او يعني الانتقالات الاخيره دي تبديل وتوفيق كلها غريبه. يعني وبعدين التجربه اثبتت على الاقل عند هنقول ثلثين الناس اللي سابوا الاماكن اللي هم صنعوا اساطيرهم فيها، غالبا غالبا من خرج من داره، غالبا ده بيحصل مع كم الاكبر، بس اما نشوف هيحصل ايه الفتره الجايه. هو ما يهمنا محمد صلاح جدا يعني كده. طبعا ولسه قدامه تقريبا الى لغايه 2023 نهايتها، بس طبعا لازم بيكون في حسم للامور من طبعًا قبلها بفتره. طبعًا هنتابع طبعًا اكيد خلال الشهور القليله القادمه وضع محمد صلاح. نروح فاصل ونرجع نكمل، خليكم معانا.